معانا عبير. الو، مساء الخير يا شيف. اهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. اهلا وسهلا. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاك حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا عبير؟ ازيك يا دكتور دينا، عامله ايه؟ اهلا بيكي من الفيوم، تحياتي لكل اهلنا في الفيوم. ازيك يا حبيبتي؟ ربنا يخليكي. معاكي. كنت بس عايزه اسال حضرتك، انا دايما من وقت للتاني كده بيجي لي تنميل تنميل في ايدي واعصابي كده، ساعات من وقت للتاني بترياش كده. اوكي. وكمان شعري بيتساقط، يعني اوكي. بيتساقط كتير. عبير، مهم في قصة التنميل طبعا ان احنا نطمن على نسبة السكر في الدم اكيد، ونطمن من تحليل ان مفيش نقص للحديد وكده، وانك انت تاخدي الب مالتي فيت، لان الب مالتي فيت داعم جدا للاعصاب. تنميل الاطراف ممكن يكون الاعصاب عندك ضعيفه شويه، هتاخدي الب مالتي فيت. وليه بقول الب مالتي فيت تحديدا؟ لان الب مالتي فيت في كل عائله فيتامين ب، فده مهم جدا لصحه الاعصاب. بالنسبه للشعر، هتطمني من الغده الدرقيه انها سليمه، هتطمني من وظائف الكلى انها سليمه، ووقتها اقدر اقول لك ممكن يبقى نتيجه نقص البيوتين ونقص الزنك. الب مالتي فيت غني بالبيوتين والزنك، تقدري تستخدمي الب مالتي فيت كبسوله واحده في اليوم، هتلاقي نتيجه حلوه قوي في شعرها. وهتلاقي نتيجه ان اطرافها ما بتنملش زي الاول. شكرا ليكي يا عبير، والله انا مبسوطه جدا.